إلهام شاهين تهين من عرفة في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديد. في فنانين أنفسهم بيقولوا لا أنا ما أقدرش أقرب من، يعني ما أقدرش أحضن مثلا، ما أقدرش ألمس. وكمان حلمي بكر بيقول إن شيرين عبد الوهاب ما اتطلقتش، وإن حلقتها لشعرها كانت دعاية لألبومها الجديد. شعرها ده من ضمن الدعاية الغنائية ولا حست ان شعرها بيقع؟ مين قال لك انها اتطلقت؟ ما اتطلقتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع سيف ترند. ما زلنا بنقدم لحضراتكم أهم المحتوى الرائج على السوشيال ميديا وأخبار الفن والنجوم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن إهانة إلهام شاهين لمنة عرفة أثناء لقائها مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة. ده لما لميس الحديدي سألتها إيه رأيك في الناس اللي بتهاجمك على التبرع بالأعضاء، وهي ردت وقالت ان انا كده بعمل حاجة خير. لو انتم مش عاجبكم ان الحاجة دي خير ياريت تسيبوني اعمل الخير براحتي وعلى مزاجي، انما الناس انا مش بقول لهم محدش يهاجمني، اللي عايز يهاجم يهاجم، ولو انا غلطانة وبفكر غلط سيبوني ادخل النار. لكن لما لميس الحديدي عادت عليها سؤال ان هي ايه رايك في السينما النظيفة، ما اقدرش الشغلانة دي، هم لو مش محترمين الشغلانة دي، يعني هم شافوا الأساتذة الكبار، مش احنا، الأساتذة الكبار شافوا فاتن حمامة وشافوا شادية وهند رستم ونادية لطفي وسعاد حسني في أدوارهم. إذا أنتوا مش محترمين التاريخ ده، التاريخ الفني العظيم ده والناس دي والأسماء دي، ما تشتغلوش. إذا ردت إلهام شاهين وقالت لها ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة، وطبعا من هنا بدأت تقول لها على كلام من عرفة ان هي بتقول انا لا بتحضن ولا بتباس ولا بتشال في التمثيل. قلت لها خلاص اللي مش عايز يعمل كده يقعد في البيت احسن، ومفيش حاجة اسمها سينما نظيفة. وكأن إلهام شاهين حد مجندها ان هي تهاجم الادب والاخلاق اللي عشنا وتربينا عليها. وده كان رأي إلهام شاهين في الناس اللي بتعتزل الفن او الناس اللي هي مش عايزة تتباس او تتحضن او تتشال في السينما، وقالت لهم ان هم يقعدوا في البيت احسن، لان هي طبعا مش عاجبها الكلام ده. ازاي تعدي الحياة كده بدون حد يبوسها ولا يشيلها ولا حتى يحضنها؟ ده كان بالنسبة لأول خبر معانا. ونيجي لتاني خبر، وهو تصريح قوي جدا من حلمي بكر على شيرين عبد الوهاب، وان هو قال ان شيرين عبد الوهاب ما انفصلتش عن حسام حبيب. ازاي اعدك لجمهور؟ ازاي اعمل زي في مطربة قصت شعرها؟ ده من ضمن الدعاية الغنائية ولا حست ان شعرها بيقع؟ لا عشان اتطلقت. ومين قال لك انها اتطلقت؟ هي ها كمل لا ما اتطلقتش، ولكن هي لعبه مزدوجه في اعاده الصياغه واعاده التواجد مره اخرى. والموضوع ده هو موضوع سببه تجميد البويضات، وان هو دمر لها بويضاتها وحاجات زي كده. انا مش عارف هو ازاي اصلا اتكلم في النقطة دي، لكن هو ده الكلام اللي قاله الاستاذ حلمي بكر. وقال كمان ان طريقة حلقتها لشعرها ده ملهوش اي علاقة بالانفصال، وقال ان الكلام ده حصل علشان تعمل دعاية للالبوم الجديد اللي كانت لسه بتشتغل عليه. وده كان بخصوص خبر شيرين عبد الوهاب، وبصراحة كان تصريح قوي جدا. لسه لحد دلوقتي برضو محدش يعرف، لان في حاجات بتطلع اليومين دول ممكن اعمل اي تصرف غلط او تصرف خارج عن المألوف علشان الفت انتباه الجميع ليا واخليهم يبصوا عليا. ده اللي عملته شيرين عبد الوهاب. لكن انفصلت او منفصلتش، طبعا دلوقتي كل الناس عارفة ان هي اتطلقت هي وحسام حبيب، لكن الكلام ده حبيت اعرضه على حضراتكم لعل وعسى يحصل في الامور امور او تجد في الامور امور، ونلاقي ان الموضوع ده كان ترند بيشغلوا بيه الناس او دعاية زي ما حلمي بكر بيقول للالبوم الجديد اللي نزلته شيرين من ايام قليلة. ده كان بخصوص حلقة النهاردة عن تصريح إلهام شاهين ضد الناس اللي بيعتزلوا الفن وضد تصريح منة عرفة. والخبر التاني اللي هو تصريح حلمي بكر عن شيرين ان هي ما اتطلقتش، وان هي حلقت شعرها علشان تعمل دعاية للألبوم الجديد مش اكتر. ودي كانت مواضيع حلقتنا النهاردة. ياريت يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنساش قبل ما تخرج من الفيديو تدعم الفيديو بلايك، وتشرفنا بوجودك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.